إضفاء لمسات من الجمال على الديكور الداخلي لبيتك، يبقى لازم حضرتك تهتم باقتناء النباتات الداخلية بناء على المساحات المتاحة في بيت حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب دايما تكونوا في أفضل الأحوال. النباتات الداخلية لها فوائد كتيرة جدا جدا، منها تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير جدا، وكمان بتساعد على الاسترخاء، وبتعتبر فلتر طبيعي للهواء. والنباتات الداخلية دي دايما ما بتكون لطيفة جدا، وعلاوة على انها بتساعد على الاسترخاء، هي كمان بتزود من نسبة الاكسجين في المكان اللي بتتواجد فيه، وبتضفي نوع من الجمال على المكان ككل. ومن ضمن النباتات الداخلية اللي ممكن حضرتك تحطها باستمرار في بيتك، وخصوصا في غرف النوم، فبيوجد 5 نباتات ينفع حضرتك تحطهم في غرف نومك، وهم نبات البوتس، ونبات العنكبوت، ونبات جلد النمر، ونبات الجاردينيا، وكمان نخيل الأريكة. فلما نيجي نشوف أول نبات معانا، هو نبات البوتس أو اللبلاب أو قلب عبد الوهاب، وهو من النباتات الداخلية الجميلة جدا جدا، والمتحملة لقلة الإضاءة، وبتحتاج للري فقط بعد تمام جفاف سطح التربة. ونبات البوتس ممكن نربيه كنبات مائي داخل المية فقط، وهو بيتزرع في أحواض أو في سلال معلقة، وبتعتبر من أسهل النباتات للمبتدئين في الزراعة. ونصيحة لكل مبتدئ، ابدأ مشوار الزراعة الداخلية بنبات البوتس. أما تاني نبات معانا النهاردة، وهو نبات العنكبوت. ونبات العنكبوت أو نبات غيلان، هو نبات داخلي بيحتاج لضوء متوسط، وبيتحمل قلة الإضاءة بشكل كبير، وري نبات العنكبوت لابد أنه يكون بوفرة، وهذا النبات بيزدهر بشكل كبير جدا جدا في الأجواء الرطبة، ولذلك لابد من توفير جو من الرطوبة حوالين نبات العنكبوت. ونبات العنكبوت ده نبات آمن جدا على الحيوانات الأليفة زي القطط، مش بيعمل لهم أي نوع من أنواع الحساسية، ونبات العنكبوت ده بيساعد في تنقية الهواء بشكل كبير جدا جدا. فمن الجميل جدا إن يكون عند حضرتك نبات العنكبوت في البيت. أما النبات الثالث اللي معانا، هو نبات جلد النمر أو السنسيبيريا، وهو نبات فريد من نوعه زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، لأنه بيمتص ثاني أكسيد الكربون، وبيعمل على إطلاق الأكسجين أثناء فترة الليل. فالكتير من الناس بيفضلوا أن هم يحطوا نبات جلد النمر ده في غرف نومهم أو في غرف المعيشة، وطبعا هو نبات بسيط جدا جدا، ما بيتطلبش للكتير من الرعاية. أما رابع نبات معانا النهاردة، وهو نبات الجاردينيا. ونبات الجاردينيا ده من النباتات دايمة الخضرة، اللي زهوره بتكون كبيرة في الحجم، ولونها أبيض بياض ناصع، وبتشبه زهرة الجاردينيا دي زهرة الفل، وريحتها بتكون عطرية جدا جدا وذكية بشكل كبير، ولذلك
بيستخلص من زهور نبات الجاردينيا ده العديد من العطور، ولكن بيعيب على نبات الجاردينيا ده ان هو نبات من النباتات الحساسة بشكل كبير جدا جدا، ولذلك يجب الانتظام في ري نبات الجاردينيا بشكل كبير، بحيث ان احنا نرويها مرة على الاقل كل 5 ايام ونرويها بشكل معتدل، فقط نرويها علشان تشبع مش علشان تغرق، لانها زي ما قلنا لحضراتكم انها من النباتات الحساسة بشكل كبير. اما اخر نبات معانا النهاردة من النباتات الخمسة اللي ممكن حضرتك تحطه في غرف نومك هو نخيل الاريكة. ونخلة الاريكة بيطلق عليها اسم فراشة النخلة، بتعتبر نخلة الاريكة من اكتر النباتات الداخلية جمالا، والاريكة فوائدها كبيرة جدا جدا في تنقية الهواء، علاوة على شكلها اللي بيكون تحفة بشكل كبير. تمام اصدقائنا الغاليين، طبعا في نباتات داخلية كتيرة جدا جدا بتكون جميلة ورائعة بشكل كبير داخل البيت، ولكن دول افضل 5 نباتات ممكن حضرتك تخليهم في بيتك، وحضرتك بقى لاحظ الفرق في الراحة النفسية والطاقة الايجابية والجمال داخل البيت بعد تواجد هذه النباتات في بيت حضرتك. خلصت حلقة النهاردة، بس كلامنا عن نباتات الزينة وعالم اللاندسكيب لسه مخلصش. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على خير. دمتم بود، في امان الله.